وصلنا هنا بقى لمحطتنا قدام كنيسة العذراء مريم هنا في أوتوا، ولسه معانا أبونا شنودة. بتسبونا الكنيسة هنا مبنية من سنة كام؟ زي ما كنا بنتكلم عن المعنى الروحي للكنيسة أنها السماء، الكنيسة دي اتدشنت سنة 89، جزء كبير منها بيد قداسة البابا المتنيح البابا شنودة الثالث، لكن أول قداس اتصلى فيها كانت سنة 64. بعد كده جه أبونا رفائيل من مونتريال، كان يصلي لهم كل سبت الأول من كل شهر في أي مكان، ما كانش في مبنى، من سنة 67 لسنة 73. وبعدين سنة 73 فكروا يسجلوا الكنيسة، كانوا حوالي 10-15 عيلة، سجلت الكنيسة باسم القديسة مريم العذراء. وبعدين قعدوا بقى يصلوا برضو في أماكن مختلفة لغاية لما كان المتنيح أبونا مريوس عوض الله جه اشترى حتة الأرض دي والأرض اللي من الناحية التانية اللي هي اتبنت بعد كده حضانة الكنيسة وبرضو جزء من مركز خدمات الكنيسة. ومن ساعتها ابتدوا يبنوها بقى لغاية لما جه قداسة البابا زي ما قلت حضرتك في سبتمبر 89 دشن الكنيسة، ده من بدايتها. وقدسك كنت بتحكي لنا ان قداسة البابا تودروس كمان جه هنا. دي زيارة البابا تودروس كان من حوالي 5 سنين، جه هنا في زيارة حوالي شهر لكل كندا، ختمها بأوتوا 4 أيام، زار فيها كنيسة ماري جيرجيكس وكنيسة العذراء، ورسم فيها كاهن أبونا أنتوني في كنيسة ماري جيرجيكس وأبونا ماركوس في كنيسة العذراء في 27 سبتمبر و 28 سبتمبر. أتسابونا وإحنا جايين في السكة هنا للكنيسة، أتساك كنت بتقول كمان أن أنتوا اشتريتوا أكتر من مكان عشان تعملوا أنشطة ومباني خدمات وحاجات كده حوالين الكنيسة. طبعا زي ما كنت قلت لك، أصل الخدمة في الكنيسة هي صلاة القداس، فكل الخدمات اللي احنا بنعملها هدفها الأساسي أنه تعريف ولادنا بطقوس الكنيسة وعقائدها وتاريخها وتسابيحها وصلواتها علشان نوجههم دايما للقداس. فمحتاجين مركز خدمات، محتاجين فصول مدارس أحد، محتاجين صلاة اجتماعات، محتاجين مسرح، محتاجين شابل تانية جنب الكنيسة دي. فكل ده هيبقى في المبنى اللي وراك على طول، ده هيتبني الأرض اللي تشتروا فيها البيوت دي، هتتبني مركز خدمات إن شاء الله بنعمة ربنا قريبا. يعني كنيسة العذراء هنا يبون بتخدم كم أسرة تقريبا أو كم عضو؟ طبعا أنا ساعة ما جيت، أنا جيت في آخر 92، كانوا حوالي 80-90 أسرة، دلوقتي عندنا بس هنا حوالي 350 أسرة المسجلين عندنا، بس مش الكل بيجي طبعا. تسابونا الكنيسة هنا كمان شكلها جميل كده وشكلها روحاني جدا من جوه الحقيقة ومن بره، بس كمان الخدمة هنا في كنيسة العذراء بشعر ان هي يعني فيها بركة كبيرة جدا، وبشوف الأطفال هنا والشباب، والحقيقة كل عضو في الكنيسة هنا مربوط في الكنيسة بشكل قوي جدا. ازاي يعني قدسك بتقدر تعمل ده؟ طبعا بمعونة ربنا. يعني طبعا زي ما انت قلت الجزء الاخير هو السؤال، هي معونة ربنا هي اللي بتخليها. احنا كنيسة زي اي كنيسة تانية فيها خدمات، وبرضو كل خدماتها ان ما توجهتش ناحية القداس والعشية والخدمات الطقسية تبقى مش كنيسة. واي كنيسة ما فيهاش مذبح ولادنا ياخدوا من المذبح ده طعام الحياة اللي هو جسد المسيح ودمه، تبقى ما فيش لازمة. عشان كده في مدرسة احد، في اجتماعات شباب، في درس كتاب بالعربي، اجتماع الشباب بالانجليزي، في درس للمسنين كبار السن يوم الجمعة بعد القداس، في طول الصيف في 8 أسابيع كنا عندنا سمر كامب، الأسبوع ده آخر أسبوع، أتمنى أنكم تصوروا جزء من الولاد هم بيلعبوا. كان في عندنا عدد كويس يعني لمدة 8 أسابيع من الساعة 8 الصبح ل5 بعد الظهر، منها إن إحنا نخدم العائلات اللي أولادها في المدارس وفي أجازة المدارس وبيشتغلوا، بيجيبوا أولادهم هنا يسيبوهم. في كمان رحلات برا، في
أيام روحية برا، في حاجة زي كده عادي زي